واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم، مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، وياكم على العراق من قناة دراجونك 2011. طبعا مثل ما تشوفون قدامكم قاعد العب اليوم اول حلقات جاد اوف وور بعد ما توقفت فترة. طبعا التوقف كان سبب انتم حتعرفون شنو التوقف، وعرفتوا اصلا من قلت لكم انه الجهاز ما تعاطل، هسه قاعد اسجل بجهاز اخوي، يجوز الكاميرا عندي تعلق شوية، لكن سامحوني بهذا الشيء، ما يعني ما اقدر اسوي افضل من عندها. وانا توقفت لحد ما يجي الجهاز، لكن الجهاز حيجي بعد اربعة اسابيع، لكن المشكله مو هنا يا شباب، المشكله انه لما لعبت بالكمبيوتر ذاك مالتي رفعت لكم حلقه واحده، وانا كنت مسجل اربع حلقات، فخزنت بعد اربع حلقات، فالخزن كله بالهارد اللي هو انضرب وراح بالمصلح. فهسه شنو؟ هسه رجعت عدت اللعبه من اول وجديد لحد ما وصلت لنفس المكان اللي انا فيه على مودكم، بس لعبت على ايزي عمو السريع الى ان اوصل بعد مكان معين. انا حقول لكم بيه بالحلقات، حاصل معكم مكان معين ينتهي الخزن ويبدا الخزن القديم مالتي، لان انا عبرته يعني. فهسه انا مخزن، بس انا هسه عندي تخزين مال بعد حوالي 65 دقيقه، عندي بعد 65 دقيقه منها يبدا تخزين مالت القديم، لكن انتم هذا 65 دقيقه ما شايفيها، يعني انا مسجلها بس ما رفعتها، فهسه حسجلها من جديد والله كريم ان شاء الله. اوكي، احنا وصلنا هنا اخر مره لما وصلنا لهذا آلية الحديد ما يسمونه. طبعا هو فتح لي الباب قال لي لازم تروح من هنا اروح على ما اعرف شو اسمه، هذا تريتوس بريدوس ما ادري يسمونه، هم كلهم بالجريتوس. يلا قمز عافيه، خلينا نفتح هذا الصندوق الحلو، نحب الصناديق الحلوه. بس ان شاء الله وصل بسرعه التخزين القديم مالتي، بس اعذروني اذا الفيديو شويه ذي يعني تاخر بالتسجيل، ما قدرت اعالجها. شوف قال ليش قلت ها لك بها غايه، وهايدا الصرخ من الصخر هاي. اوكاف وقبط لها ابو الجلوب، هذا يسمونه، هذا مو جلوب، هذا مو عليه الشمس جلوب، هذا ماتوا هنا. مياو هلا بيك. قبض ايش قد احب السرعه ده، والله حركات حلوه صارت. اوه هذا مين جانا؟ هي ناقصها انت النوبه، تعال النوبه الشباب جابهم استفاد. تعال دخل، هاي يسموها نطحة 3D. هاي يسموها مجموعة أسلحة سوية. اوكي خليني اقبط له هذا السلاح القوي، اقوى سلاح بالهبل. باعة، هذا يسمونه سلاح يم ارحميني، سلاح يم ارحميني. باع ما عندي يم ارحميني اني، هذا يم ارحميني بس ما يرحم. هاي احلى شيء لما تخبط الاسلحه كلها نسويها، يطلع لك فد شيء يعني. تم القضاء على جماعه هبل، ترى زيوس ما خلى الناس مفاكه يعني. افتح يا حلو، لك افتح يا حلو، لك افتح خزيتنا. اي شنو؟ ناس ما ترحم، بس انا خل اعدل الشاشة. اكو كثير ناس يجوز من عندكم يقولون ليش علي
هسه بديت اصور، يعني ليش مو يعني ايضا كان احد الاسباب اللي خلاني ما اصور، تدرون جزء مريض. وانا طبعا صورت صوت بالالعاب ترى ويا الشباب، بس ما قدرت اصور فيديو يعني، لان عندي شلون تكون لطمه حمى اللي طلعت على وجهي هنا، فيعني غير مريح يعني اذا واحد يسجل هيك شيء يسجل يعني. حبيت قلت من اصير زين عود اسجل ان شاء الله، الحمد لله بعون الله تعالى تحسنت. هلا بالفخاتي هلا بالطيور يا طيور الطايرة. اي تعال ما تستحي انت تعال. اويلي عيني اويلي على القصة، احلى قصة شفتها بحياتي. شت طبعا انا بسرعة يموتني، كيف يزي انا اخوك. لا صاروا اثنين. اخ ما ادري ياكل عين غاتي انت. اقصة هاي ذي المايكو مالتك. ما اليوم اربيكم اليوم انا. لك والله بطل شنو انت اخو خيتي يا اخي. طبعا اخو خيتي قبل اخو خيتي بيك. هاي نطحة نطحة جريتوس. شوف النطحة. نطحة خرب هو لك. هذول شنو هذول مجرمين. تعال انت ما يفيد ياكل عين غاتي. هاي قرنك كسره اليوم. تعال هاي ناطحة. وين على هبل فكانت تنطحني. استفاد. خل نفتح الباب. الا افتح الباب وخليها تتوسل، الا خليها بعد ما تزعل. خل اتقرب شويه حتى يصير 3D. لك شنو انت شنو الطاقه مالتك هاي الخنفشاريه. والله ما شلون والله غلس. الصوت طبعا مال اللعبة عالي كلش وبيقعدوا بس مع روحي. اكبس شلون اروح هسه. افتح وغير افتح خمرني.
تدللين. اوكي هاي خلصناها. احلى كبسه. كبسناها كبسناها. تعال بس لا تنسحب، هاي الجو هاي بس لا تنسحب. كبسة تعال يا طيور، يا طيور الطايرة روح الهلي. ما اقدر اقول غير الكلمة. برقي عالي ما اقدر. حلوة ما ادري بيسي بعدين احد الشباب الحلوين. اوكي الله وانفتح القفل. هلا بيك يا غريتوس طن طن طيرن. اوكي شباب رجعنا لكم، وطبعا مثل ما قلت لكم اني كنت غلطان، اكو في خزن من ضمن هاي اللي تشوفونه قدامكم، هسه الخزن اللي تشوفونه قدامكم اكثر من واحد. اني خازن يعني بعد حوالي 5 دقائق 3 دقائق من الخزن القديم، فلعبت الايزي، لعبت على ايزي لمده المقطع اللي بالبدايه شفتوه اللي هو حوالي يمكن 11 دقيقه. هاي 11 دقيقة فقط اللي كنت عابرها بالخزن يعني بذاك الجهاز القديم، فهسه راح العبها هنا ان شاء الله. مثل ما تشوفون قدامكم اني ان شاء الله يعني راح اكمل منها، وهلعب على النورمال مثل قبل يعني ما راح العب على الايزي. هاي مثل ما تشوفون قدامكم هاي مكتوب بيت اوف ذا تارتوس ديفيكولتي جاد نورمال. اوكي يس هسه راح العب منها انا، العب كانما نفس الخزن القديم مالتي. انا توقعت انه انا في خزن بعيد جدا لكن كنت غلطان، يعني فات 11 دقيقة بس العب وراها رأسا اقدر اكمل يعني ارجع على الخزن مالت القديم اللي كان بالجهاز الحاسبة التسجيل، فعادي يعني ما صار اي شيء. المهم مثل ما قلت لكم انه بالمقطع البداية انه اني جهازي كان مضروب، وهاي سبب لي مشكلة يعني حتى المقاطع الفيديو اللي انا لعبتها واللي خزنتها يعني حرام على الاسف للاسف الشديد يعني راحت. فهسه راح العب من جديد. هلا بيك يا غريتوس، لك والله اشتاقيت لك، صار لي فترة ما لعبك. ما لعبك شنو؟ هلا شلون الشباب؟ هاي شنو؟ هاي شنو؟ تعال عيني ابو نطحة. طبعا هاي كلش حلو مال يمزج الاسلحة كلهن. جوعان شنو ما تستحي؟ مو عيب عليك؟ اخ وتجر ايدك حيوان ملعون سرسري. هذا شنو؟ بيت اوف ذا تارتوس ذا ليجنسي اوف ذا بيتل جراوند اوف ذا جريت وور بتوين ذا جودز اند ذا تايتنز. هاي هنا حدثت الحرب بين الالهات وال Titans after their defeat بعد انهزموا the surviving navy was finished were here for all the injuries. نفي التايتنز هنا بعد خسارتهم اللي بقوا من عندهم احياء نفيوا هنا بعد ما تغلبت عليهم الالهه اللي هو جماعه زوس. واني عيني اغلبهم كلهم. حيوانات ملاعين الوالدين. بي بي يابا اريد العب هذا السلاح مال شو اسمه، بس والله يراد لي اخذ دم. يلا يا غريتوس يلا خلينا نفول دم.
يلا يا السبع، يلا يا البطل، يلا يا البطل. شوف انا شايل قلوب. كبسة ليش اطلع له ارواح؟ هاي حركة العدو، احلى حركة. حلو والله. تستحي؟ معيب؟ حيوان؟ يلا خل اشوف. اوكي صار عندي هالسبعة عاد انكريز دامج، صار عندي خوش شغل. هذا اريد اقويه. خلص خلص بنزين. ما عندنا كوش. وهنا هنا اللي نفيه اللي بقوا من التايتنز احياء، وانا اعتقد راح اقوي على واحد من عندهم. ملعين ملاعين. ملاعين. اخ والله شفت واحد هناك. اوه قرن هورن. هاي الايد مال قايا ملعونه.